السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كل عام أنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات. من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان الاهتمام بها وعنايتها هي حفظ اللسان وحفظ الأعضاء عموما، ولا سيما اللسان. ليس في رمضان فقط، ولكن في عموم الشهور، وفي رمضان خاصة. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. لماذا يا رسول الله؟ لأنه لم يحفظ لسانه عن الخوض في أعراض الناس، عن غيبة الناس، عن النميمة، عن نقل الكلام، وعن غير ذلك الكثير والكثير. وقال أيضا: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. فلذلك ينبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهمية حفظ اللسان، أهمية أن يأتمر الإنسان بما أمر الله، وأن ينتهي عما نهى الله، حتى يأخذ الأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك عقبة بن عامر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تكن من البخلاء، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صل على حضرة النبي، وخصوصا في هذه الأيام الكريمة المباركة، الأجر فيها مضاعف كثير وكثير، والله يضاعف لمن يشاء. قال: يا رسول الله، ما النجاة؟ كيف ننجو من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية؟ ما النجاة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، احفظ لسانك. من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للسان بوابتين، جعل له بوابتين لكي يحفظ الإنسان لسانه. ما هما؟ جعل له الأسنان، وجعل له الشفتين. هذا من حكمة الله لكي يحفظ الإنسان لسانه. عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. إذا عودت اللسان على الصدق تصير صادقا، ويصير ينطق الصدق. أما إذا عودته على الكذب والعياذ بالله تصير كاذبا والعياذ بالله، كما عودت. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل؟ فليقل فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله ربا، من كان يؤمن بالله خالقا،
من كان يؤمن بالله رازقاً، من كان يؤمن بالله معبوداً، من كان يؤمن بالله أنه سيحاسب الإنسان على أعماله، إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً، ماذا يفعل؟ فليقل خيراً، أي يتكلم بالخير. إذا لم يستطع أن يتكلم بالخير ماذا يفعل؟ فالسكوت أولى، أو ليصمت، أي ليسكت، فالسكوت أفضل. ولذلك يا أخ الإسلام، أمسك عليك إيه؟ لسانك. ألم تقرأ قول الحق تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ كل كلمة تقولها تسجل عليك، فإذا علمت ذلك فإياك إياك وقول الشر والقول السيء، احذر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل إيه؟ وعمل صالحا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، سديدا طيبا صالحا. طب ما جزاء من يقول قولا سديدا؟ يصلح لكم أعمالكم. هذا واقع في جواب الأمر، اتقوا الله قولوا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم إيه؟ ذنوبكم. يصلح لك عملك ويغفر لك ذنبك. بسبب إيه؟ بسبب القول الطيب. إليه يصعد الكلم إيه؟ الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ويرفع العمل إيه؟ الصالح. فعليك بالقول الطيب، فالكلمة الطيبة إيه؟ صدقة. لذلك احذر يا أخ الإسلام من قول السوء. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلفنا الصالح، كانوا لا ينطقون إلا بالقول الصالح، إلا بالقول الذي فيه خير، لا ينطقون إلا بما أمر الله، ولا ينتهون إلا بما نهى الله، ولا ينطقون إلا بما فيه الصالح. أما نحن فأطلقنا ألسنتنا تنهش في أعراض الناس، أطلقنا ألسنتنا تخرب البيوت. لسانك سوف يشهد عليك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا إيه؟ بما كانوا يعملون. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان. أعضاءك، أيديك، أعينك، أذنك، فمك، يدك، بطنك، رجلك، كل ذلك يكفر اللسان. ماذا يقول؟ يقول: اتق الله فينا يا لسان، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاستقامة الإنسان باستقامة لسانه، أما إذا زل اللسان زل جميع الأعضاء. لذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم إيه؟ قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلذلك القلب ملك الأعضاء، ولكنه لا يستقيم إلا باستقامة اللسان. فلذلك اللسان له تأثير كبير على القلب، حتى على إيه؟ على القلب. فلذلك على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يؤذيه من الغيبة، من النميمة، من نقل الكلام، من قول الزور وغير ذلك. وإن شاء الله سوف يكون لنا لقاءات مع هذه الجنايات التي يجنيها اللسان. أخيراً، الله أسأل أن يتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفوٌ كريمٌ حليمٌ تحبُّ العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا من المرحومين في أول رمضان، ومن المغفور لهم في وسط رمضان، ومن المعتوقين من النيران في آخر رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار، اللهم اجعلنا من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. اللهم شفع القرآن والصيام فينا، اللهم اجعل القرآن والصيام شاهدين لنا لا علينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم.